لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام بعنوان. هذا العنوان ينبغي أن يكون منطلق الإنسان في حياته، في عبارة وجيزة قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المنهج الذي نتعامل من خلاله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كلمات معدودة، كلمات وجيزة، لكن هذه الكلمات بتتكلم عن منهج الإنسان في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن حجة لك أو عليك، هذا هو نص الكلام، لكن بنحتاج إلى تفصيل هذا الكلام لكي ننطلق من خلاله، وهذا بنتعلمه من ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو النص، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون كيف نتعامل مع النص. فكانت هذه الترجمة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. ترجمة، يترجم الكلام عشان ينطلق إلى التفعيل. فأنا أحتاج عندما أتعامل مع نص من كتاب أو سنة أن أترجم هذه الترجمة لكي أنطلق إلى العمل. فالقرآن حجة لك أو عليك، يبقى نتعلم من ابن عمر رضي الله عنهما كيف أترجم ذلك الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. الترجمة يبقى رسالة مرسلة إلي، ومفهوم هذه الرسالة أن القرآن إما أن يكون حجة للإنسان أو أن يكون حجة على الإنسان. نترجم كذلك: حجة للإنسان متى كان مفعلا للقرآن، حجة على الإنسان إن لم يكن مفعلا لما يقرأ أو يستمع إليه من آيات الرحمن. وبالتالي أحدد أنا المنهج أنني لا أنتقل من آية إلى أخرى إلا بعدما أقف على الآية وما دلت وما أرشدت إليه الآية، ثم أنظر كيف أفعل هذا في واقع حياتي حتى أكون من أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، قال: وأهله الذين كانوا يعملون به. كلام صريح إن هذا الكتاب أنزله الله تعالى لكي نطبقه في واقع حياتنا. وكما إحنا استمعنا إلى الآية التي ذكرها الشيخ محمود حفظه الله، قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هنسأل عن إيه؟ عن مدى تفعيل الإنسان لما قرأ أو استمع إليه من آيات الرحمن. هذا الكتاب لم ينزل لمجرد قراءة، قراءة عبادة، ولكن أصلا لكي نطبقه، لكي يطبق في واقع حياتنا. وكان من منن الله تبارك وتعالى علينا أن جعل القراءة في كتابه عبادة، وبالتالي يثاب عليها الإنسان. ولكن ليست هي كل العبادة تقتصر على حفظ الكلمات وعلى القراءة فحسب، ولكن أصلا هذا الكتاب مبين لمراد الله تبارك وتعالى. ما هو المطلوب مني ومنك؟ ماذا طلب الله تعالى منا؟ الله عز وجل بيّن لنا ذلك في كتاب. فإحنا نحتاج دائما من خلال هذا المنطلق: القرآن حجة لك وعليك. يبقى هذا النص بيخاطبني أن القرآن، هذه الآيات إما أن تكون حجة الإنسان أو حجة على الإنسان. يبقى أنا أترجم ذلك أيضا، أقول لكي يكون القرآن حجة لي يبقى لابد
أن أطبق، والتطبيق يحتاج إلى فهم، أن نتعلم ما دلت عليه الآيات ثم نضع التصور لكيفية التطبيق. حج على الإنسان يبقى قرأ واستمع إلى الآيات ولكن لم يفعل هذه الآيات في حياته، فدي هذه الترجمة. يبقى على ذلك كان القرار في ذلك أنني لابد أن أقف على ما دلت عليه الآيات وأتعامل مع القرآن كتعامل الصحابة رضي الله عنهم. هذه نماذج عملية، الصحابة رضي الله عنهم نماذج عملية في كيفية التعامل مع القرآن وفي كيفية تفعيل القرآن في واقع حياتهم. لذلك يوصفون أن الصحابة هم الجيل القرآني الفريد. لماذا؟ لأنهم كانوا يتحركون من خلال الآيات. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان من كان يقرئنا القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه، كأبي بن كعب رضي الله عنه، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقولون كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها من الروايات المعلومة التي كثيرا ما نستمع إليها، لكن هي مجرد رواية بنستمع إليها، ولكن دي تبين منهج الصحابة رضي الله عنه كيف صاغوا حياتهم على أساس ما تعلمون كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان من كان يقرأ لنا القرآن كأبي بن كعب، كعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، ثم يتعلمون ما فيها ما دلت عليه الآيات ثم يعملون بما فيها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذه الألفاظ وآدي ما دلت عليه، ثم كان التطبيق والتفعيل. قلنا منهج مبسط جدا، وبالتالي انطلاق الصحابة رضي الله عنهم: القرآن حجة لك وعليك. يبقى على ذلك سعوا أن يطبقوا ذلك في حياتهم، والتطبيق يحتاج أن يسبق بالعلم. يبقى قرأنا الآيات، استمعنا الآيات، يبقى لابد أن أنا أقف على ما دلت عليه ثم أفعل ذلك في واقع حياتي. نأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب. طعمها حلو أو طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها خبيث وطعمها مر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لا ريح لها. نقول لما نقرأ هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم الناس إلى فريقين: مؤمن ومنافق. وقد يظن الإنسان أن المنافق بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن فعل الطاعات. لا، احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن المنافقين كانوا يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ربنا سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كانوا يأتون لمجالس العلم يجلسون، لكن كان الحضور حضور بدني، لكن القلب طبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء، وبالتالي لم يفهموا ولم يستوعبوا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى الآيات بتتكلم أنه لابد من الفهم لمعاني ما قرأنا أو استمعنا إليه الآيات. لما نأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، وفي رواية ويعمل به، عشان إحنا ما نظنش أنها عبارة عن قراءة حلقية فقط، لا، يقرأ ويعمل. يبقى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، وفي رواية ويعمل به، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن بيعمل به. يبقى على ذلك هذا المؤمن كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يعمل بالقرآن،
لكن زاد المؤمن الأول منزلة بقراءته لكتاب الله عز وجل، أن أتوا بعبادة، قراءة القرآن عبادة، ولكن الأصل هو العمل. طب ده في منافق بيقرأ القرآن، لكن هو يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الخوارج. وبالتالي يبقى منافق يقرأ القرآن ولكن لا يعمل به، فحاله يبقى كالريحانة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الظاهر كده رائحة طيبة، لكن في الباطن نقول على ذلك باطن هذا الإنسان خرب. فيبقى الرواية دي رواية مخوفة للإنسان، هذه رواية مخوفة للإنسان. يبقى العمل بالقرآن وعدم العمل بالقرآن، مع أن دي قراءة يبقى قدر زائد، قدر زائد، لكن أصلا القرآن نزل من أجل أن يطبق، من أجل أن نمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى في واقعنا ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه الرواية لما نقرأ كما هذا المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كن الأول، إن لم تكن فكن الثاني المؤمن، اللي هو حالك حال التمرة. باطن هذا المؤمن هو لا ريح له في الظاهر، لكن باطن هذا المؤمن يبقى الذي يعمل بالقرآن. يبقى الغرض من ذلك بنخرج من الرواية أنه ينبغي أن نعمل من خلال القرآن. يبقى الرواية صنفت الناس إلى مؤمن ومنافق، وكما بينا المنافق كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن لكن لا يعمل به. يبقى مؤمن يقرأ القرآن، ده المنزلة الأولى، مؤمن لا يقرأ القرآن لكن يعمل بالقرآن. يبقى يعمل بالقرآن، يبقى المقصد من ذلك هو العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. قلنا عشان نطبق وعشان أفعل ذلك يبقى ينبغي أن أتعلم ما دلت عليه الآيات. أنا لا أسعى إلى إقامة حروف وكأنها لا معنى لها عندنا. إحنا دايما بنتعلم في عقيدتنا أن القرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، هذا ما نتعلمه في العقيدة. يبقى القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وبالتالي هذا هو اللفظ، فأين ذلك المعنى؟ طب لماذا نتعامل مع كلام الله عز وجل كلفظ لا معنى له؟ يبقى ينبغي أن احنا أن نصحح أسلوب التعامل مع القرآن، أنني ينبغي أن أتعرف على ما دلت عليه الآيات ثم أمتثل ذلك في واقع حياتي. لذلك نتكلم، نتكلم مع قراء، مع أئمة يعني على ذلك يقرؤون القرآن، بل يعني يرفعون الأصوات بالقرآن ليسمع من يأتم بهم. وبالتالي دي رسالات، أنت تبلغ رسالات عن ربك سبحانه وتعالى. إن سألتك عن الرسالة تبلغها، يبقى ينبغي أن تعلم مدلول هذه الرسالة. نقول لك في كتاب الله عز وجل لنتعلم أن هناك آيات لابد من إحكامها. أنا كقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو كإمام في الصلاة، أو كواعظ، أو كخطيب، أقول لك هناك آيات لابد من إحكامها. قرأناها في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بالإنسان العاقل الرشيد كما يسعى لجلب الخيرات للناس وإرشاد الناس إلى الخيرات، كذلك ينبغي أن يسعى أن يكون أول من يفعل هذه الخيرات أو يسعى إلى هذه الخيرات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى هذه آية لابد من إحكامها. وقلنا دايما لكي نتعامل مع النص سواء كان من الكتاب والسنة ينبغي أن يكون له ترجمة. يبقى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى فين عقل الإنسان؟ في رشد الإنسان عندما يرشد الناس ويدعو الناس إلى الخير ثم هو لا يستمسك ولا يمتثل ذلك الخير في واقع حياته، يبقى هذا ليس بعاقل. العاقل أراد الخير للناس وأراد الخير لنفسه، يبقى أراد الخير لنفسه وأراد الخير للناس. فلذلك هذه آية لابد من إحكامها، وإلا كانت حجة عليك أيها القارئ. الآية الثانية قول شعيب عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى أقول لك عندما تقرأ في كتاب الله
تقول أن الله تعالى نهى عن كذا ونهى عن كذا ونهى عن كذا جملة من المناهي، يبقى أنا أسمع ذلك عندما تقرأ القرآن وأستمع إليك وننصت إليك وأنت تقرأ بالآيات. فاحذر أن تخالف، أن تخالف ما تقرأ، احذر أن تأتي للمنكرات ثم تفعل المنكرات وأنت عند ذلك تتلو هذه الرسالات. يبقى الرسالة بتحرك الناس تحريكا إلى فعل الخيرات، وكذلك تحرك الإنسان تحريكا إلى اجتناب المناهي والمحاذير التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى حال الصحابة كما بينا قبل ذلك في تعاملهم مع الآيات. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم يعقب ويقول: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو في كتاب الله. فأم يعقوب الأسدية امرأة قارئة للقرآن، فعلى ذلك لما سمعت هذه المقولة من ابن مسعود رضي الله عنه قالت: يعني أنا قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ما يقول، فقال: لو قرأتي لوجدتي، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: إني أرى في أهلك شيئا، يعني وكأنها تقول أنت تقول ذلك ولكن في الحقيقة أرى، وكأنها تقول أن أهل ابن مسعود رضي الله عنه وكأنها تتنمص مثلا. فعلى ذلك قال: ذهبي فانظري. فذهب ثم قالت: ما رأيت شيئا. قال: إذا لم أحفظ وصية شعيب رضي الله عنه عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ده فهم الصحابة، فهم الصحابة، يعني قالت: أنا أرى في أهلك شيئا، ذهبي فانظري. ذهبت المرأة وقالت: لم أرى شيئا. قال: لو وجدتيه لفارقناها. لم أحفظ إذا وصية شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبقى ده نهي، فعلى ذلك كيف أنا أفعل ذلك النهي، كيف أرتكب ذلك المنكر أو هذه المحاذير وتلك المناهي وأنا أقرأ على الناس أن الله تعالى حرم كذا ونهى عن كذا. يبقى هذه آية أيضا لابد من إحكامها. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا يصلح أبدا. أنا كإمام أقرأ وأيضا أعلم الناس القرآن أو أقرأ على الناس القرآن أو أم الناس في الصلاة في الصلوات، ثم بعد ذلك فعلي مخالف لقولي، فعلي مخالف لقولي، نقول الفعل مخالف لقولي ده حال المنافق. أما المؤمن فالقول ملازم للفعل، الظاهر ملازم أيضا للباطن. وبالتالي دي آيات لابد من إحكامها. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى قولي يلازم الفعل، الظاهر ملازم للباطن، وده حال المؤمن. وكذلك أيضا انتبه أنت عندما تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى وتقول أن الله تعالى نهى عن كذا أو حذر من كذا، محاذير أو مخالفات أو ذنوب أو آثام أو معاصي، يبقى لابد أن تكون أول من استجاب لكلام ربي سبحانه وتعالى وانتهى وابتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. كذلك عندما تدعو الناس الخيرات فلتكن أول من يفعل ذلك الخير في واقع حياته، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يدعو الإنسان كان يبدأ بنفسه، كان يبدأ بنفسه. يبقى المطلوب دايما، يبقى كما أنت تدعو الناس إلى الخيرات والاستمساك بكتاب ربهم سبحانه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكن أول من استجاب لذلك، فلتكن أول من استجاب لذلك. أنت كما تخاطب الناس فأنت في الحقيقة تخاطب أولا نفسك. فكما أنا أريد من الناس أن يمتثلوا لأوامر ربهم ويبتعدوا عما نهى عنه، أريد ذلك لنفسي، وأسعى جاهدا أن أكون مفعلا للقرآن في واقع حياتي. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان يدرس القرآن. يعني في روايات يدرس القرآن، يعني إيه معنى يدرس القرآن؟ مش كانت مراجعة لألفاظ فقط، ألفاظ ومعاني. يدرس القرآن يبقى لللفظ والمعنى، يبقى ده معنى الكلام،
وبالتالي على ذلك لم يكن هناك فصل بين اللفظ الذي نقرأه ونستمع إليه وبين المعنى الذي دل عليه. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله قال وتدرسنه بينهم. يبقى استذكار القرآن، أي أن احنا نقف على المعاني، إياك أن تفصل بين اللفظ والمعنى، هذا اللفظ موضع إلا لمعنى، وكما بينا في عقيدتنا أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى. طب هذا اللفظ أين ذلك المعنى؟ لماذا تم الفصل وعزل ذلك المعنى؟ والمعنى هو المبين لمراد الله تبارك وتعالى. لذلك وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم بالرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى كل هذه الخصائص، كل هذه الثمار لا يحصل على الإنسان إلا بتحقيق لما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليست قراءة حنجرية فقط، ولكن قراءة مع الوقوف على المعاني. لماذا نقف على المعاني؟ ليس هذا بالأمر الزائد أو ليس من باب الطرف، ولكن أنا مأمور بالتطبيق والامتثال، ولن أطبق وأمتثل إلا بعدما أقف على ما دلت عليه الآيات. وكما بينا في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة قال وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو عسقان من طري صواف يحجان عن صاحبهما، كلام صريح جدا والأمر لا يحتاج أبدا إلى بيان، الرواية والرسالة واضحة وبينة. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يبقى حتى نكون من أهل القرآن فلابد أن نعمل بما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسن إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو العلم فقام به أناء الليل وأطراف النهار وكان له جار فسمعه فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه رواية. يبقى قال: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله العلم أو القرآن قام به أناء الليل وأطراف النهار وكان له جار فسمعه فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى العمل مش عبارة عن قراءة. يبقى أناء الليل نقول ده في قيام الليل، أطراف النهار يبقى فيه التطبيق والتفعيل، يطبق ما تعلم أو ما قرأ في واقع حياتي. وبالتالي انطلاقي أنا كمسلم ينبغي أن أنطلق من خلال ما أرشدت أو دلت عليه الآيات كما بينا، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة، استذكروا القرآن، تعاهدوا القرآن. كيف تعاهدوا القرآن؟ يبقى تعاهدوا القرآن بقراءة والوقوف على ما دلت على الآيات بتدبر الآيات ثم العمل بالقرآن. وكما بينا ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، لم يكثروا من القراءة دون أن يقفوا على المعاني، ولكن وقفوا على المعاني لأنهم يعلمون أنهم مطالبون بالتطبيق والتفعيل والامتثال لكلام ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى لما نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يبقى انحرافه حرف عن المنهج، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله عز وجل بيّن لنا أنه أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ أنزل هذا القرآن لإخراج العباد من الظلمات إلى النور، أنزل هذا القرآن لإسعادنا ولهدايتنا ولكي يدفع عنا الشقاء والتعاسة،
وكأي من قرية عتت عن أمر ربه عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ثم تأتي الآية استكمال الآية ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا التفعيل تصحيح الإيمان ثم تفعيل الإيمان بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا كلام واضح وبين قد أنزل فاتقوا الله أولي الألباب الذين آمنوا بعدما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمم ما سبب لك أولا هذه الأمم لأنها حادت عن منهج ربها والآيات ده هي أساسا في سورة سورة الطلاق اقرأ كده بداية سورة الطلاق إيه علاقة بداية الآيات أو الكلام في سورة الطلاق وأحكام الطلاق والعدة بينتقل وكأي من قرية عتت عن ربها ورسله يعني الله عز وجل كما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الآيات دي علاقتها بكده ما هو ده أساسا في جور وظلم لما تطلق المرأة في طلاق البدع في حال حيضها أو في طهر مس فيه الرجل المرأة فيطول عليها العدة هذا ظلم وجور ولذلك ما قال وتلك حدود الله حد لا نتعداه فإذا تعدى الإنسان الحد ماذا ينتظر من رب سبحانه وتعالى يبقى تعدى الإنسان للحدود ولذلك ما قال ما سبب هلاك هذه الأمم لما تعدت حدود ما أنزل الله وبالتالي لم تفعل هذه الأحكام في واقع حياتها المطلوب أن احنا نفعل الأحكام في واقع حياتنا فإذا لم نفعل ذلك فالله تعالى يحذر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله وعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا نكتفي إن شاء الله تعالى بذلك القدر اللي قدوم يعني أخونا الحبيب الدكتور يونس مخيون ونستكمل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين